هذا البرنامج برعاية طيران الإمارات. أهلا وسهلا بكم بنشرة عمان اليوم، وإليكم التفاصيل. مركز القبول الموحد يعلن غدا عن موعد فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي لطلبة دبلوم التعليم العام. 8 آبار غير مطابقة للمواصفات القياسية العمانية لمياه الشرب المعبأة وغير المعبأة بمحافظة مسقط، والبلدية توقف عمل هذه الآبار وتلزم شركات صهاريج المياه بالتوقف عن تعبئة المياه منه. لجنة الصرف من أموال زكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعتمد صرف 680 ألف ريال عماني ل 627 حالة من الطلبات. بلدية صحار تسحب القرعة على 142 قطعة أرض سكنية للمستحقين بالقرى الجبلية بالولاية. شرطة عمان السلطانية تحتفل الأربعاء المقبل بافتتاح وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية نزوة بمحافظة الداخلية. نبقى الآن مع النشر الجوي المتوقعة ومواقيت الصلاة ليوم الغد. انتهت أخبارنا بنشرة عمان اليوم. للمزيد من التفاصيل زورونا على الشبيبة.com. إلى اللقاء.